احنا دخلنا كاس الامم 2017 من 23 لعيب طبعا، لعبنا الفاينل كنا 17 لعيب منهم حارس مرمى واحد. البطوله كان ايامها في شهر واحد، وكانت مسابقه الدوري المصري حصل فيها زي تكثيف علشان نلحق ان هتقف بفتره طويله وقت البطوله، وفي الوقت ده الحقيقه ما كنتش لسه او ما كناش بنشتغل عموما بحسبه دقيقه للاحمال، وكان في الوقت ده عموما في العالم كله كونسبت جديد بتاع حاجه اسمها الاكيوت كرونيك وركلود، ان هو الحمل مش بس الحمل بتاع التمرين او بتاع الماتش، هو حمل بتتحسب كل 4 أسابيع مقارنه باسبوع، وكان الكونسبت حقيقه جديد جدا. يعني انا يمكن قريت البيبر دي قبل ما او قريت البحث ده قبل ما اسافر على طول، ما قدرتش افهمه كويس، او لان هو حاجه ليها علاقه جدا بالسبورت ساينس او بعلوم الرياضه، فما قدرتش حقيقه ادرك الموضوع، وكنا يعني ما بنشتغلش على حساب الاحمال بشكل صح قوي. ابتدى طبعا تحصل اصابات يعني اللي هي بنقول عليها تروماتيك او تصادميه، زي طبعا كانت اصابه مروان، كانت اصابه عبد الشافي، محمد انجلو علقت في الارض وحصل عبد الشافي حصل تمزق في الاربطه، مروان طبعا طلع في جامب ونزل على رجليه لفت، وفي حاجات تانية كانت اصابات عضليه طبعا، كانت بدايه باحمد الشناوي، وبعدين عدينا بكوكا، وبعدين محمد النني بعد ثالث ماتش. احنا الحمد لله كملنا في البطوله وما قدرناش ربنا سبحانه وتعالى نكسب الفاينل، خسرنا في الفاينل وخرجنا رجعنا. الحقيقة ما كنت من تاني يوم مايندد جدا ان اللي حصل ده عمره ما يحصل تاني، وان اللي حصل ده لازم مش انا بس اللي اتعلم منه، لا لازم الكورة في مصر كلها تستفيد من اللي حصل ده. وفعلا احنا قبل البطولة انا يمكن كانت الحاجة الوحيدة اللي انا شايف ان هي كانت ممكن تساعدنا شوية في الوقت ده، وده كان برضو كونسبت مش ناس كتيرة في العالم لسه بتستخدمه، كان ان احنا نعمل تحليل دي ان ايه للعيبة، وعملنا دي ان ايه فيت، والحقيقة اتحاد الكورة دعمني جدا في الموضوع ده، اتفقنا على طول وعملنا التحاليل على طول. حتى انا فاكر ان الشركه عملت المحترفين في بلادهم، بعتت ناس لانجلترا وناس للبرتغال وناس في كل حته، استلمت حتى انا فاكر النتيجه قبل ما نسافر للجابون بيومين بالظبط. يعني في الاخر قدرت اجمع شويه معلومات فادتنا، يمكن في ان انا كنت رايح وعارف ان انا عندي السكواد بتاعي 23 منهم 70% عندهم نسب حدوث الاصابه عاليه، ساعدتنا نعرف ان الاستشفاء بتاع اغلب المجموعه بياخد اكتر من يوم، بيحتاج حوالي 48 ساعه. واللي ساعدني اكتر من كل ده ان مستر كوبر كان حقيقه يعني بيثق فينا جدا، وكان بيطبق الكلام ده على طول مجرد ما بنقوله له. ساعدنا في حاجات، وفي حاجات تانية ما قدرناش نحصل على معلومات كافيه من حاجات تانية غير دي ان ايه ان احنا نقدر نستفيد منها. احنا رجعنا يوم 6/2، يوم 17/3 قبل المعسكر اللي بعده اللي هو احنا لعبنا فيه التوجو ماتش ودي، كان هنا في 3 خبراء انجليز من الشركه من دي ان ايه فيت قعدوا معانا وقارنوا حتى الاصابات اللي حصلت لنا بالاصابات الفرق اللي عامله دي ان ايه فيت زي ريال مدريد وبورنموث في انجلترا، لان دول كانوا برضو اكزامبلز واضحه نعرف الفرق. والحقيقه اللي كان اسعدني جدا في الوقت ده ان كان موجود في القعده دي الجهاز الفني بالكامل، وكنا حتى القعده دي كانت المفروض ان هي مقدر ليها 3 ساعات، احنا قعدنا يوميها 6 ساعات، كل واحد حط الانبوت بتاعه وحاولنا نستفيد قدر المستطاع، وابتدينا نشتغل ونحسن ونطور ان ده ما يحصلش تاني. والحمد لله لا الموضوع فرق جدا، يعني انا لو بقارن بانجري ريتس او بنسب حدوث اصابه 1.4 اصابه في اليوم الواحد في كاس الامم، وصلنا في كاس العالم ان احنا كنا 0.4 يعني 4 في اليوم الواحد، ووصلت في كاس الامم الافريقيه الاخيره في 2019 في مصر ان 0.2 من حدوث اصابه في اليوم الواحد، ودي نسب حتى مقارنه بالنسب العالميه الحمد لله مرضيه جدا. ويعني كاس الامم 2017 كانت بالنسبه لي انا الحقيقه درس كبير جدا، وكنت دايما حريص ان احنا ما نقعش في اي غلط او خطا من اللي وقعنا فيه. في كاس الامم لعبنا مباراه وديه واحده قدام تونس، ولعبنا 6 ماتشات في البطوله، فكان الاجمالي 7 ماتشات في معسكر تقريبا كان 37 يوم. في كاس العالم احنا لعبنا 6 مباريات، 3 مباريات تحضيريه قدام الكويت وكولومبيا وبلجيكا، ولعبنا ضد يونغوي وروسيا والسعوديه، فكانوا 6 ماتشات في 36 يوم انكلودنج رمضان، انكلودنج سفر طويل جدا اتنقلنا ما بين مصر والكويت وايطاليا وبلجيكا ومصر وجروزني، وانكلودنج كل ده كان الحمد لله ان المعدل نزل من 1.4 الى بس الحمد لله 4 من 10.